تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج من الآخر. في هذه الحلقة سنخوض وإياكم حول الحوار الوطني الجنوبي واللقاء التشاوري الذي سيعقد في العاصمة عدن في الرابع من مايو. هذا اللقاء الذي دعا له رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يأتي طبعا للملمة شمل كافة المكونات السياسية والجلوس في طاولة حوار واحدة للخروج برؤية سياسية موحدة تضع قدم الجنوب في الخارطة السياسية القادمة للبلاد. المصادقة طبعا على ميثاق وطني جنوبي هي إحدى مخرجات هذا اللقاء، تعتبر مرحلة فاصلة في مرحلة الجنوب بشكل عام. سيتم أيضا صياغة الميثاق الوطني الجنوبي والمصادقة عليه في أو ضمن مخرجات هذا اللقاء. سعي كبير من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي للملمة شمل المكونات السياسية في المحافظات الجنوبية الست. هذا المسعى جعل الرئيس الزبيدي يشكل لجانا للحوار الداخلي والخارجي. شكل لجنتين للحوار الداخلي والخارجي، عمدت هذه اللجان على الجلوس مع كافة المكونات السياسية في المحافظات الجنوبية. طبعا هذا المسعى يجب أن يعتمد أيضا على معايير شفافة وواضحة بعد هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي التي ستتم بعد هذا اللقاء. مكونات جنوبية كثيرة تحدثت عن شكل الدولة الجنوبية القادمة، تحدثت أيضا عن الدستور القادم لدولة الجنوب، ولكن هناك كثير من المختصين في الشأن المحلي قالوا أن الحديث عن دستور الدولة الجنوبية هو حديث سابق لأوانه، وليس المجلس الانتقالي الجنوبي المخول بوضع دستور للدولة الجنوبية، ولكن جميع المكونات السياسية في المحافظات الجنوبية هي المخولة بذلك وأبناء الجنوب كافة. طبعا اللقاء التشاوري الذي سيعقد في الرابع من مايو في العاصمة عدن والذي سيحتضن كافة المكونات السياسية في محافظات الجنوب، هناك بعض المكونات السياسية وخاصة هنا في حضرموت وما يتصل بالشأن المحلي في محافظة حضرموت رفضت المشاركة في هذا الحوار، ومنها مؤتمر حضرموت الجامع. هناك طبعا آراء مختلفة ووجهات نظر سنتطرق إليها بإذن الله تعالى في البرنامج، ولكن سنذهب وإياكم لمشاهدة هذا التقرير الذي عده لنا طاقم البرنامج ثم نعود إليكم. واليوم أبطالنا الرأي العام الجنوبي يتطلع بتفاؤل وحذر لنتائج الحوار الوطني الذي من المفترض أن تتمخض عنه وثيقة جنوبية تحدد بشكل واضح معالم الهدف الاستراتيجي الوطني الجنوبي في استعادة الدولة، وهو بمثابة التأسيس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الوطني الجنوبي. تطل علينا الذكرى السادسة لإعلان عدن التاريخية، وقد بلغ الجنوب واقعا جديدا اختلف كليا عن ماضي ما قبله، وتوجه شعب الجنوب وبكل عنفوان إلى تكسير القيود والحواجز التي كانت في طريق مشروع استعادة الدولة ولملمة الجراح ثم التعافي والنهوض بقوة الحق المنتصر دوما. فتمخض ذلك الإعلان العظيم في تأسيس حامل سياسي ومظلة تحوي عصارة نضال وتضحية الشعب الجنوبي المتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض شعبيا في تحمل ملف القضية الجنوبية. المجلس اتخذ من يوم الرابع من مايو يوما للتوافق الجنوبي، فسعى لعقد لقاء تشاوري يجمع كل المكونات الجنوبية تحت مظلة واحدة للتشاور حول التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد والمنطقة ومستقبل القضية الجنوبية في خضم المعترك السياسي. فعمد إلى تشكيل فريقين للحوار الوطني، فريق داخلي وآخر خارجي، للخروج برؤية موحدة تلملم شتات المكونات الجنوبية وتجمعهم على كلمة سواء تؤسس لشراكة وطنية حقيقية وعادلة. المكونات السياسية الثورية والسلطات المحلية الجنوبية وضعت رؤاها في لقاء لجان الحوار، ورحبت بالخطوة التي اتخذها المجلس الانتقالي من خلال يوم التوافق الجنوبي، إلا أنه ومع اقتراب موعد اللقاء
أعلنت بعض المكونات السياسية في حضرموت اعتذارها عن المشاركة في اللقاء التشاوري، وعللت عدم مشاركتها في بيانات متفرقة. وتصدرها مؤتمر حضرموت الجامع موضحا إن اللقاء لم تكتمل فيه الأسس التي تبنى عليها قاعدة الحوار، فيما لم يكن لها أي موقف معارض فيما سبق تلك المباحثات. ضبابية تكتنف المشهد الحالي في حضرموت، فجميع المكونات تدعي تمثيلها لحضرموت وتبني مطالب أبنائها، إلا أنها لم ترقى لذلك، فهي تتأرجح بين قوى الشرعية والارتهان لنفوذ الشمال، وبقيت متقوقعة على مصالحها، فلا يوجد كيان يحتضن كل الحضارم وجامع لقواهم وكلمتهم، وها هي اليوم تواصل تشتتها بحسب المتابعين للشأن المحلي. فهل ستكون حضرموت خارج إطار العملية السياسية القادمة، أم سيجد الحضارم ضالتهم؟ عدنا مرة أخرى إليكم مشاهدينا الأكارم، وشهدنا وإياكم هذا التقرير الذي أعده لنا الزملاء في طاقم البرنامج. طبعا التقرير تحدث بشكل كامل حول هذا اللقاء التشاوري، واليوم بالتحديد الذي وضعه المجلس الانتقالي الجنوبي هو يوم 4 مايو، يوم الذكرى 6 لإعلان عدن التاريخي. هذا اللقاء التشاوري طبعا يأتي بعد سنوات من التحضير من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي عبر لجانه الداخلية والخارجية للحوار، جولات مكوكية كثيرة قام بها فريق الحوار الجنوبي، جلس على طاولة الحوار مع مختلف المكونات السياسية في المحافظات الجنوبية. شاهدنا في التقرير طبعا لقاءات لجنة الحوار الداخلي هنا في محافظة حضرموت مع السلطات المحلية ومع بعض المكونات السياسية، أيضا لقاء هذه اللجنة مع نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسية اللواء فرج البحسني. طبعا أكثر أو مغلب المكونات السياسية في حضرموت أبدت استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري ووضع رؤاها وخططها للعملية السياسية القادمة للجنوب. مكون سياسي هنا في حضرموت أعلن رفضه المشاركة هو مؤتمر حضرموت الجامع، وعلل عدم المشاركة في هذا اللقاء بقوله أن اللقاء لم تكتمل فيها الأسس التي تبنى عليها قاعدة الحوار، فيما لم يكن لها أي موقف معارض فيما سبق بحسب ما ذكرنا. هناك كان رأي مخالف من قيادة انتقال حضرموت حول هذا اللقاء التشاوري. ميكروفون البرنامج خرج لنا باستطلاع من قيادة انتقال حضرموت حول استعداداتهم للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري، وأيضا ما هي وجهات نظرهم حول المكونات خاصة الحضرمية التي رفضت المشاركة في هذا اللقاء. نتابع. بالنسبة للتحضيرات للقاء التشاوري الجنوبي، هذا اللقاء المهم الذي يعمل عليه شعبنا الجنوبي الكثير، فيوم 4 مايو ليس كما قبله، فبعد 4 مايو سيكون، ومن خلاله سيتم وضع عقد اجتماعي جديد يؤسس لوضع بإذن الله دستور ورؤية سياسية للمجلس من خلال هذا اللقاء التشاوري الذي سيجمع كافة المكونات السياسية الجنوبية، ومن ضمنها مؤتمر حضرموت الجامع متمثل بكتلة حلف جامع حضرموت الذي ستشارك عبر هذا التجمع الحضرمي، وبإذن الله من نجاح إلى نجاح. لن يؤثر امتناع بعض الأصوات، لن تؤثر أبدا، فمن لديه قضية ولديه مطلب عليه أن يطرحها عبر الحوار وليس عبر الامتناع أو الجلوس. هذا يبين أن هناك أجندات أخرى وأجندات سياسية هي التي يعني يؤمل منها هذا الامتناع. العقل والحكمة يقول أن أي قضايا أو أي مشكلة وباب الحوار مفتوح فيها، فالعقل المنطقي يقول ان الناس ستشارك في هذا الحوار وفي هذا المفاوضات، ولكن اذا كانت اصوات خارج هذا الاطار او خارج هذا المنطق فربما تكون لها انعكاسات سلبيه على مستوى المحافظه. وابناء المحافظه يعني من خلال ما لمسناه
سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مقابلات مع الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، كلهم يدون للحوار وللمفاوضات هذا. ولكن إذا كانت في قوة هنا، في قوة أخرى ترفض هذا الحوار، فليس من العقل ولا من الحكمة أن ترفض الحوار ولديك قضايا تريد أن تعالجها. طبعا الذين تم امتناعهم عن هذه المشاركة، يعني لا نقول احنا مكونات كبيرة او شخصيات كثيرة او ذات اهتمام او انها مهمة مثلا لها تأثير في عدم مشاركتها، لا بالعكس، المشاركات الشخصيات التي شاركت والمكونات التي شاركت هي المهمة والمؤثرة في الساحة الحضرمية، والذي لم يشارك لا يكون له تأثير لا في الحال ولا في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. تابعنا وإياكم مشاهدينا الأكارم استطلاع الرأي الذي أجراه طاقم البرنامج مع قيادة انتقال حضرموت والذين أبدوا استعدادهم والمشاركة في هذا اللقاء التشاوري. للمزيد أيضا حول هذا التفاصيل حول اللقاء التشاوري الذي سيعقد في العاصمة عدن، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ صالح حسين الفردي، عضو لجنة الحوار الوطنية الجنوبية الداخلي. أهلا بك أستاذ صالح. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، شرفتنا وسعيد جدا جدا أكون أولا على قناة المكلة التلفزيونية. أهلا بك أستاذ. نرحب بذلك جميع الأحبة يعني المشاهدين والمتابعين لقناتكم الرائعة. أهلا فيك أستاذ صالح، نتشرف نحن بحضورك معنا. أستاذ صالح، طلعنا على الاستعدادات الجارية لعقد اللقاء التشاوري الجنوبي في العاصمة عدن. بالنسبة لما يخص الاستعدادات الجارية في العاصمة عدن للقاء التشاوري الوطني الجنوبي للمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية في كل الخارطة الوطنية من المهرة شرقا حتى العاصمة عدن، والحمد لله تجري على قدم وساق وبصورة أكثر من رائعة، بتعاضد الجميع وتكاتف الجميع وتلاحم الجميع للوصول إلى الغاية المنشودة من هذا اللقاء فيما يخص القراءات ومناقشات الكثير من المحاور والملفات التي ستعرض على المشاركين أو المندوبين من جميع المكونات السياسية والمجتمعية والاتحادات الإذاعية والمهنية والنقابية وأيضا القضائية والقانونية والدستورية. في الأيام التي ستستضيف هذه العاصمة عدن من الرابع من مايو، وهي الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى أيضا للمشاورات والمداولات، حتى السابع من مايو اللي هو يكون يوم الأحد اللي هي الجلسة الختامية للإعلان عن نتائج هذا اللقاء وما أثمر عنه من خلال هذه المداولات. أستاذ صالح، ما هي أبرز النقاط التي ستعرض في هذا اللقاء التشاوري؟ هناك يعني خمس أو أربع قضايا رئيسية. نعم. الأولى منها مناقشة مشروع اتجاهات الرؤية السياسية للمرحلة الراهنة. نعم. أي أن الجميع كل هذه المكونات التي تطمح اليوم في شراكة وطنية حقيقية ستتم وقوفها مع هذه ورقة الاتجاهات. نعم. لمناقشتها وتشكيل لجنة صياغة من القاعة ومن المنسبين لبلورتها في شكلها النهائي. هذه الورقة الأولى. نعم. الورقة الثانية مشروع الضوابط والمعايير للمفاوضات السياسية النهائية، وهذه أيضا يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ صالح، وسنعود لمواصلة الحديث معه عبر الهاتف. طبعا هناك أربع أوراق حسب ما ذكر الأستاذ صالح سيتم مناقشتها في هذا اللقاء التشاوري. الورقة الأولى طبعا كانت مجمل الرؤى السياسية التي ستوضع من قبل المكونات السياسية التي ستكون طبعا حاضرة في هذا اللقاء التشاوري. هناك ترقب وتوجس وحذر في الشارع الجنوبي بشكل عام من هذا اللقاء وما سيتمخض عنه من مشاورات، طبعا بعد المشاورات ما سيتمخض عنه من نتائج لهذا اللقاء. سنعود للتواصل مع الأستاذ صالح حسين الفردي.
نعم، معنا على الخط مرة أخرى الأستاذ صالح حسين الفادري، أهلا بك. الورقة الثانية أو نعم. الملف الثاني الذي سيتم مناقشته من المشاركين والمندوبين من كل المكونات هذه التي ستجتمع، وهي تتجاوز نعم 200 مندوب ومشارك من المحافظات، ولحضرموت فيها نصيب يليق بمكانتها وقيمتها وموقعها وتأثيرها أيضا على مستوى القرار الوطني. نعم. الورقة الثانية ستكون زي ما قلت هي مشروع اتجاهات ضوابط ومعايير المفاوضات السياسية القادمة. أما الورقة الثالثة فتكون أيضا مشروع اتجاهات أسس ومبادئ الميثاق الوطني. نعم. وهذه يعني بالتأكيد سيتم مناقشتها من كل المكونات وتشكيل لجنة في صياغتها وبالورقة في شكلها النهائي. نعم. اما الملف الرابع والاخير وهو ايضا من الملفات المهمه هو مشروع اتجاهات اسس وبناء الدوله الجنوبيه الفدراليه القادمه. نعم. اي ان هذا المؤتمر سيكون فيه الجنوب في مرحله جديده تشكل يعني رؤيه جديده لكيفيه اداره الجنوب يعني راهنا ومستقبلا. نعم أستاذ صالح، أنتم كعضو في لجنة الحوار الداخلي أجلستم مع جميع المكونات السياسية في المحافظات الجنوبية الست؟ بالتأكيد يعني نحن كفريق حوار وطني. نعم. يعني فيما يخص حضرموت يعني. نعم. أولا الفريق الحوار طاف كل هذه المحافظات الجنوبية وكثير من المديريات. نعم. وفيما يخص حضرموت كانت لنا جولتان، الجولة الأولى والتقينا بكل المكونات السياسية والشبابية والمرأة وأيضا مكونات المجتمع المدني، وضفنا المديريات الساحة الكافة والوادي، وكانت لنا لقاء أخير في الجولة الثانية. نعم. أي أن فريق الحوار تلمس كل ما تريد حضرموت في مشروعها الوطني الجنوبي. نعم استاذ صالح، كيف كانت إلى نقطة في غاية الأهمية. نعم، كيف كانت نتائج هذه اللقاءات؟ هل هناك مثلا استجابة كبيرة من هؤلاء؟ هل في بعض المكونات أبدت ولو توجسا خفيفا خاصة بعد رفض مؤتمر حضرموت الجامع المشاركة في هذا اللقاء؟ بالتأكيد يا عزيزي والمشاهد يدرك تماما وكل الذين يتابعون. نعم. أن اتفاق الشامل والكامل من المستحيل أن نتفق على جميعا على كل شيء. نعم. لا بد من هناك زوايا نظر، وجهات نظر مختلفة، أيضا اعتراض من طرف أو آخر، وجميع كل هذه الرؤى اختلفت اعترضت قاطعت رفضت، كلها محل تقدير واحترام. نعم. الكل يجتهد كما يدعي أنه يختم إطار وطني في مصفوفة وطنية، وبالتالي مثل هذه الأمور طبيعية في العمل السياسي والعمل الوطني، طبيعية جدا. نعم. ونحن في فريق الحوار الوطني تتظل أبواب الفريق مشرعة لكل من يريد أن يأتي، سواء كان لكي يدخل معنا في حوار ومناقشة، وأيضا حتى في تقديم اعتراض، تقديم وجهة نظر مخالفة، لا يمنع ذلك. نعم. هل لا ستؤثر؟ بل بالعكس ما أقيم الحوار الوطني إلا مع المختلف معك وليس مع المتوافق معك، المتوافق معك خاص من مشروعك. نعم. نعم استاذ صالح، هل ستؤثر هذه عمليات الرفض من قبل بعض المكونات السياسية؟ أن هذا اللقاء التشاوري. نعم. ليس له من أي من أوراق أو وثائق، مجرد اتجاهات هي فقط محددات لا تتجاوز الصفحة والصفحتين لكي تكون محل إثراء من القاعة، وبإمكان القاعة هي التي تقرر ما الذي يعاد صياغته والتوافق عليه وإعلان. نعم. هذه طبعا الرفض من المكونات السياسية، هل سيؤثر مثلا على عملية هذا اللقاء التشاوري؟ أبدا، هو بالعكس لربما يكون أيضا مصدر قوة. نعم. مصدر ثراء، لأنه أنت تحتاج كثيرا عندما تكون الدائرة ضيقة ثم اتسعت الدائرة. نعم. بالتأكيد الدائرة التي تتسع تبحث عن دائرة أوسع. نعم. فبالتالي ما هو خارجك بالنسبة لي أنا مشروع توسع عن الدائرة، سيظل هذا الذي هو مختلف عنه أو المعارض أو المقاطع، مع احترامي وتقديري لكل هذه المكونات
وأيضا المرجعيات والشخصيات الاعتبارية يقدر كل ذرة ترى في حضنهم. وبالتالي يعني أنا أعتبرها هذه خطوة لاتساع الدائرة الوطنية في الشراكة الوطنية الحقيقية وفي صنع القرار والمصير. نعم وسنظل أستاذ صالح في الحاجة إلى توسعة هذه الدائرة بمن هو لا زال خارجها. نعم أستاذ صالح، أنت كعضو في لجنة الحوار الداخلي وكممثل عن حضرموت، هناك توجس في الشارع الحضرمي من التجاذبات السياسية للمكونات هنا في حضرموت، هل من كلمة لتطمن الشارع هنا في حضرموت؟ إذا لي من كلمة أن كل الذين نعم في فريق المندوبين المشاركين في هذا اللقاء، وزي ما أشرت لك تمثيلهم تمثيل يشمل كل مديريات حضرموت وكل مكونات حضرموت، إلا من اعترض، وحتى من اعترض هناك من جاء تطوعا من ذاته ومن نفسه وهو من مكونه المعارض بصفته الوطنية بصفته الشخصية، وبالتالي يعني هذا الصوت الحضرمي لن يغيب ولن يكون إلا كما تريد حضرموت. وسنظل كما قلت لك في أمس الحاجة، لن يكون هناك كمال، الكمال لله سبحانه وتعالى لوحده، ولكن نحن في أمس الحاجة أن يكون صوت حضرموت حاضرا في كل المشاريع السياسية، والكل يخدم حضرموت في كيفية أن يكون لها وتكون لها المكانة والرقم الصعب في المعادلة السياسية القادمة وطنيا وإقليميا ودوليا بإذن الله تعالى. هذا هدف الرئيس وهذا الذي نسعى إليه، وهذا الذي أنا ألمسه من كل المندوبين الذين بدأوا يعني يتوافدون على المقر الإقامة حقهم، وبإذن الله لا نستبد الأمور ولا ندعي الكمال ولا ندعي أن احنا نمثل حضرموت، ولكننا أعتقد أننا على الأقل نمثل صوت حضرموت الذي هو يحتاج إلى أن يظهر ويسمع إليه في كل المشاورات التي ستدار خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى. أستاذ صالح، هل من كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟ أكرر شكري وتقديري لكل من استجاب لدعوة المشاركة من المكونات والمنظمات المجتمع المدني والاتحادات، وأيضا أكرر شكري وتقديري لكل من خالف واعترض أو قاطع. ستظل هذه مسألة سياسية تحتاج إلى إعادة نظر، وأيضا لربما مخرجات الحوار تؤدي إلى أن بعض أو كل أو أن يعيدوا زوايا الرؤية لما تم إقراره في هذه الوثائق، وبالتالي تبدأ الأمور تأخذ الاتجاه الأشمل والأوسع، ونحن في حاجة إلى كل صوت في حضرموت يسعى حقيقة واقعا لإيصال صوتها ووضع مكانتها التاريخية والحضارية كما يجب في الخارطة الجغرافية. بإذن الله تعالى الأستاذ صالح حسين الفضلي الفردي عضو لجنة الحوار الداخلي الجنوبي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك وشكرا لك والزملاء جميعا. شكرا أخي. طبعا مشاهدينا الأكارم، استمعنا لهذه المقابلة أو هذا الحوار مع الأستاذ صالح حسين الفردي عضو لجنة الحوار الجنوبي الداخلي، الذي قال أن الحوار الوطني الجنوبي هو محطة سياسية هامة في تاريخ الجنوب الحديث، أيضا أن هذا الاعتراض من بعض المكونات خاصة هنا في حضرموت لا يؤثر على سير هذا الحدث الكبير، وإنما سيعمل أيضا على إشراك كافة المكونات السياسية في العملية السياسية القادمة في محافظة الجنوب. طبعا هذه المحطة وما بعدها ستكون كبيرة جدا للجنوب من خلال ما سيتحقق له من أمن واستقرار وتنمية ووحدة صف أبنائه. جميعنا مشاهدين الأكارم مطالبون بأن نكون جنودا لهذه البلاد، كل في موقعه ويؤدي واجبه بإخلاص من مكان اختصاصه، لتحقيق طبعا الغايات العظيمة التي نسعى إليها جميعا، وهي أن تكون لنا دولة سيادية
كاملة السيادة في حضرموت. يبقى أيضا العتب الأخير الذي لمسناه في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا على المكونات الحضرمية خاصة التي بقيت تابعة لغيرها، لا تبحث عن السيادة وإبقاء التشتت والتخوين فيما بينها البين، لتؤكد في هذا السياق بأن الحضارم اجتمعوا على كلمة واحدة وهي أن لا يجتمعوا. إلى اللقاء.